السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أذكر نفسي وإياكم بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالإكثار من ذكر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنهم موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. بعد اذنك، دلوقتي في واحد كان بيمزح مع اصحابه وبيتكلموا يعني، فنقل لهم تعليق كان قرأه وكان مكتوب فيه انا المسيحي اللي مستني رمضان. هل هو لما قال كده هو ما قالش اللي يفيد انه بينقل يعني، بس هل هو كده كافر بالكلمه اللي قالها على نفسه؟ لا، بهذا يعني يستغفر الله وخلاص، يستغفر الله. هو جاهل، جاهل. لا، هو عارف انه نقل، وعارف يعني انه كلمة الكفر. هو جاهل، هو يشهد ان لا اله الا الله الان ويصلي ام لا؟ الحمد لله. خلاص، يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويصلي. تمام. سؤال ثاني. نعم. في واحد دلوقتي في بقت منتشرة جدا يعني، استخدمنا بعض الكلمات من القرآن الكريم في المساح. مثل ماذا يعني؟ يعني مثلا واحد شعره صاحبه مثلا ما فيش، فيقوم قايل له يعني صح اقولها والله. طيب، على كل يتقى كلام من القرآن يعني. يتقى هذا لأنه يأثم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وربنا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني ما يمشيش عليه حكم المستهزئ. هو حسب حالته. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم، الأسئلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم، تفضل. سمعت يا شيخ، لو حد أمني إن أنا بلغ السلام لشخص وأنا ما بلغتش، على إيه؟ إذا وافقت أنك ستبلغ تأثم. إذا تعمدت عدم التبليغ تأثم. إذا أظهرت له الموافقة على أنك ستبلغ وتعمدت عدم التبليغ تأثم. السلام عليكم. تزوج مسلم روسي من غير مسلمة ثم أسلمت وفرق بينهما القانون السوفيتي، هل لا تزال زوجته؟ يعني فرق بينهم على أساس إيه؟ يعني مش فاهم السؤال، لابد أن يتضح. مرحبا بك يا أبا البخاري ومسلم، وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. والله لنا ثلاثة أسئلة، احنا نتمنى منكم أن يتسع صدركم لنا. تفضل. الله يكرمك. حكم عمل حارس أمن في بنك. العمل جائز. العمل جائز. نعم. طيب، الأمر الثاني، امرأة حامل في رمضان. أيوه. وخافت على ولدها فأفطرت. أيوه. من الحكم على العلم أن هناك رضاع الوقت أو الأمر. عليها الإعادة. حكم هذه المرأة. عليها الإعادة. تفضل يا سيدي. عليها الإعادة، حامل وأفطرت، عليها الإعادة. طيب، ما هو في وقت رضاع يا سيدي. بعد أن تنقضي الرضاعة تصوم. لو طال الأمر لسنتين بعد ذلك يعني. الله يسلمك. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. رجل معه مال
يعني المال بلغ النصاب، لكن اعطى نصفه لرجل يشغله، والمال يا سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد، المال لم ياخذ منه من الان ربح، ولا يعرف اصله، ولا شاف اصل المال ولا شاف الربح، لكن ادانا الراجل ولحد دلوقتي ما يعرفش عنه حاجه. يعني من كم سنه؟ يعني ممكن من سنه. يعني فقد المال ولا نصاب وذهب؟ لا اعلم اصلا شيء عن اصل المال، لا الراجل اتصل به ولا اداله شيء من الربح. لكن انا بسال سؤال، يعني هل المال في يد الناس؟ لا في الوقت ده ولا الدنيا فائق. يا عم اصبر علينا بس، الله يغفر لك. يعني المال فقد، طلع حرامي نصاب ولا لسه ما حسبوش؟ بس كده. لسه ما حسبوش. عليه الزكاة. عليه الزكاة. نعم. معي 30,000 جنيه، هل علي زكاة مع العلم أنني لا أعمل حاليا؟ عدم العمل ليس له تأثير في الحكم، إنما إذا كنت ستقيس على نصاب الذهب ف30,000 لم تبلغ نصاب الذهب. إذا قست على نصاب الفضة زكي ب750 جنيه، ولن تخسر أبدا عند الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. حبك الله الذي احببتنا فيه. انا عندي سؤال بسيط كده، يعني انا طالب في كليه هندسه. طيب. يعني انا ما عنديش وقت ان انا اتعلم علم شرعي كامل، فانا يعني كل اللي انا مقتصر عليه ان انا يا دوبك حافظ القران، تمام الحمد لله يعني. وفي بعض المسائل اللي هي زي، يعني انا رحت خدت دروس الصيف اللي فات مع بعض المشايخ السلفيين، فهم كانوا بيتكلموا في نقطة الصوفية والأشعرية والسنية، يعني اللي هو السنة. فأنا عايز أعرف هي النقطة ديت، يعني هل أنا أنت سألت بالأمس وأجبتك، أو شبيهك سأل بالأمس، أنت ملزم بكتاب الله وبسنة رسول الله، ما تدخل نفسك في متاهة. الذي في القرآن والسنة، يعني الثلاث أجزاء دول أنا مش مطلوب مني كمسلم بسيط إن أنا أكون عارف إيه الفرق بين الثلاثة. أنت مطلوب منك تعرف القرآن والسنة قدر استطاعتك. أما تقرأ آية من الكتاب العزيز، تقرأ آية من الكتاب العزيز وتعرف معناها، حتى إذا سألك الله ماذا أجبتم المرسلين تقول سمعت وأطعت، بس لا بنأمرك أنك تتبع مذهب، ولا نأمرك أن تدخل في جماعة، نأمرك بما نأمر به أنفسنا أن نكون مسلمين. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي في هذا القرآن أيضا اسمكم مسلمون. المسلم ده يلزم أن يعرف كلام الله وكلام رسوله قدر استطاعته، يعرف إيه الواجب عليه وإيه اللي مش واجب عليه، ويعرف يأمر في دينه. كلما ترقى في العلم بالقرآن والسنة كلما ارتفعت درجته. فإذا قرأت آية مثلا، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هل تقول لا مالي كذب كذب هذه الآية، ولا تقول هي صحيحة؟ خلاص من آية من كتاب الله سلمت بها وانتهى الأمر. لا نريد منك شيئا أكثر من هذا، تعرف كتاب الله وسنة رسول الله بس كده. شكرا لك. الله يكرمك. التسمية باسم سجدة وسجود جائز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدين حضرتك بس عامل سؤال. اتفضل. أنا كنت بعمل يعني متوفر معايا مبلغ بجنيه. ها؟ يعني أنا موظف، بيجي بعد زي ما يجي مثلا عايز يشتري صورة التخطيط ولا كده، مع العلم أنا مش تاجر. وأنا مش بستهدف معايا ولا بديله في شيء، أنا بقول له أنا بشتري الشيء وأنت حر لحد ما أنا أجيب لعندي البيت، أنت حر ترجع أو ما ترجعش تشتري. أنا مش فاهم كلامك، مش فاهم، مش فاهم، عفوا مش فاهم، مش فاهم الكلام، ماذا قلت؟ بقول لحضرتك أنا معي 100,000 جنيه بشغلهم في التقسيط بس أنا مش تاجر. معك 100,000 جنيه بشغلهم للتقسيط لكنك لست بتاجر. بس أنا مش بلزم اللي بيطلب مني إن هو ياخد الشيء. يعني أنت شغال في الربا المقنع ومعك 100,000 جنيه وانا مسكين عايز غسالة
اجيلك، تقول تعالى يا مصطفى خذ الغساله اللي انت عايزها، الغساله في المعرض ب1000، هتسدد على كام يا عم الشيخ؟ قلت لك هسدد على سنتين، قلت ب1200. كل هذا ربا مقنع. انت لست بتاجر اصلا، انت مرابي ربا مقنع. السلام عليكم. الله يرحمه بصلاح يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله. يا شيخ عندي استفسار، يعني أنا هذه مدة عامين ونصف أعاني عناء شديد من وسواس القلق، هذه عناء شديد يعني يشدون خاصة في الكناية. يعني عندما أتلفظ لفظ يعني تأتيني النية. يا أخي الكريم أنت مريض، إذا كنت تعاني من وسواس أنت رجل مريض، فطبيب الأمراض النفسية هو الذي يقدر حالتك. الله أعلم. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. متنازلة عن حق المبيت والنفقة، عايز طيب. لما تجيش تبات هنا ما دام اتجوزت لا عايز اشوفك ولا اشوف وشك ولا اشوف منك فلوس. ايه بالظبط كده. ايه وانت عملت ايه؟ انا على اسم كده؟ لا مالكش اسم، اذا كانت هي اللي هي اللي قالت كده. طب من الناحية التانية الزوجة اللي هي التانية دي لها اولاد ووالدهم ما بيصرفش عليهم، هل يجوز ان انا اعطيهم من زكاة مالي؟ يجوز متولى متولى امورهم يعني. يجوز. لكن ابوهم غني ولا فقير؟ نعم ابوهم غني ولا فقير؟ لا هو والدهم ما بيصرفش عليهم خالص يعني، ما هو مش يعني. فقير وحاجه. طب ما تسيبهم له. طب عفوا قال لهم مش هصرف عليكم خالص، وفعلا بقاله بتاع اكتر من سنه ما بيصرفش عليهم خالص. والعيال مع مين؟ العيال مع والدتهم هنا قاعدين معاهم يعني. طب ليه سايبين ابوهم؟ ماشي. يعني انت الان زوجتك الاولى مش عايزه تشوف وشك. وابو العيال مش عايز يشوف وشهم. يعني ينفع انت تسيب ولادك وتسيب زوجتك المكلف بالانفاق عليهم وتروح تنفق على اولاد الاجانب الرجل الفحل البعيد الذي على قيد الحياه، تاخذ اموال زكوات الفقراء تعطيها لاولاده وتسيب اولادك جياع انت؟ راجع نفسك يا اخي، انت راجع نفسك كلامك. انا ممكن اجاوبك على سؤالك بس انت رجل معوج. يعني الزوجه الاولى لن تقول لك مش عايز اشوفك ولا اشوف وشك ولا اشوف مصاريفك. تاكل منين المراه واولادك ياكلون منين؟ اولادك الاولين اللي هم من صلبك وزوجتك التي على ذمتك من اين تاكل؟ تروح تزني. ما هي بتقول انت مش هتنفق، انت تقول لي بتاخد ترخيص انها تقول لا اريدك ولا اريد النفق عليك، انت قلت خلاص فرصه وراح تنفق على الزوجه الجديده. الشخصيه هي لكن على ما خليتش بيهم يعني. يلا ماشي ماشي، راجع نفسك، انصحك تراجع نفسك. اديني زكاه ملك للفقراء، ابوهم فحل موجود، ابوهم فحل موجود تطعمهم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. مجاملات في زكاة المال دي تدخل الشخص يعني تدخله والعياذ بالله جهنم. أبوهم موجود وقوي وأمهم واخدة الأولاد من أبيهم وخلاص، وهي راحت تزوجت، ومن حق الزوج أن يأخذ أولاده، زوجت رجلا يأخذ الزوج من أولاده، الزوج يأخذ أولاده منها، لأن النبي قال أنت حق بما لن تنكحي. فراح جابها اولادها وعايز يخرج لهم الزكاه، واولاده الاخرين ضايعين هناك، لا يحاول يستعطف الزوجه الاولى ولا يسترضيها ولا. الله يغفر لك، تب 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 الى الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ادعينا بالله عليك يا شيخ مصطفى. الله يوفقنا واياك. طب انا عندي سؤالين يا عم يا شيخ مصطفى محيرني جدا يعني. اتفضل ولا تحتار، اتفضل يا حبيبي. انا عندي يعني مثلا انا عندي قطرات ما بتنزل بعد التراب
فأنا محتار. هو قطرات البول دي يا حبيبي أنت بين حاجتين، إما إن بول مستمر هذا تسمى سلس بول وتتوضأ وتصلي ولا تبالي، أو بول متقطع لا يأتي إلا عقب البول، تنزل بعد التبول بعشر دقائق أو ربع ساعة قطرات بول. في هذه الحالة ننصحك أن تتوضأ قبل الصلاة بنصف ساعة ولا شيء، أو تدخل حمام عفوا قبل الصلاة بنصف ساعة، وبعدين إذا خرج البول تغسله وتعاود الوضوء، أو تمسك نفسك شيئا ما وتتوضأ وتدخل حمام بعد الصلاة. لا أنا عندي يا عم الشيخ أنا دعوت مثلا نصف ساعة ممكن أكثر من نصف ساعة. خلاص أجلها لبعد الصلاة، توضأ مباشرة بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. أنا بحط منديل مثلا سليم؟ لا مش سليم. نعم مش سليم. أنا عشان أنا خاطر مثلا أخش في الحمام وأقعد نص ساعة مثلا في الحمام بقول لك أن الآن يا أخي الكريم إما أنك تمسك نفسك تتوضأ عند الصلاة تغسل وجهك ويديك المرفقين وتمسح برأسك وتغسل رجليك وتصلي، وبعد الصلاة تدخل الحمام اجلس ساعة ساعتين تبول ما تبولش ما لناش شأن خلاص انتهى الأمر، أو أنك أنك تدخل الحمام قبلها بمدة طويلة ساعة ساعة نصف حساس إذا نزل منك بول تغسل نفسك. وانا بقول لك وكل بول اعمل كل بول اعمل كده، ما عنديش حل، انا ما عنديش حل والله. تساوي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله كل عام وانتم بخير. وانت طيب يا حبيبي. عندي سؤال بعد اذنك. اتفضل. احنا جمعيه خيريه مكتب كفاله ايتام وجالنا زكاه كتير جدا جدا، فاحنا الحمد لله طول الشهر عمال نطلع وجبنا رز ابيض وزرعناه اللي هو زكاه الفطر والكلام ده كله تمام، بس الفلوس عندنا يعني زياده، فهل الفلوس الزياده دي ينفع نخليها شهريه ايتام لشهر او سنتين قدام؟ يعني هم مصاريفها موجوده او غير موجوده؟ الايه؟ مصارف هذه الاموال موجوده او غير موجوده؟ مصاريفها؟ ايوه المصارف دي زكاة فطرة زكاة مال ولا ايه؟ لا زكاة مال، زكاة مال اللي انا بتكلم عليها. اه زكاة مال، وبتعطون للفقير حاجته بصورة طيبة. ايوه يعني احنا بنقول ايه نخليها مثلا احنا عندنا فقير. لا يعني عفوا انتم تكفون الفقير، تكفون الفقير يعني ايوه تكفون الفقير. احنا مكتب كفالة. اخرجتم لليتيم كم في الشهر؟ احنا وزعنا حوالي 5 توزيعات، الـ5 توزيعات دي بتشمل كل فقير 150 جنيه زائد كيلو لحمه زائد كيس رز، يعني حكم من هذا القبيل يعني تمام. فتقريبا يعني الحمد لله سدنا احتياجهم بنسبه كبيره، فعايزين بعد كده ما يبقاش عاجز معانا في شهريات الايتام الاساسيين. هو جاي لو زكاه المال ديت اللي هي معانا ديت زكاة مثلا شهرين قدام او 3 شهور شهريات، ليه؟ لان عندنا شهريات بصفه مستمره كل شهر لازم نطلع للايتام. لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس. ايوه انت وزوجك وابنك كيف تخرج زكاة الفطر؟ 3 كيلو رز الا ربع لكل واحد، 3 كيلو رز 3 إلا ربع كيلو رز لكل واحد. مرشام للطبيب يقلل توتر المثانة، شكرا جزاك الله خير، بلغيه هنا. شخص يسافر قبل العصر والسيارة لن تتوقف وسيخرج وقت العصر، يصلي في السيارة أو يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم للاضطرار في هذه الحالة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 و8 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر، قيل ولا سفر في رواية. قيل لابن عباس لعله أراد ألا يحرج أحد من أمته، قال وأنا أظن ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ شيخنا. انا بقول لشيخنا
لشخصين الاشتراك ده اذن، واحد عايز يتصدق وواحد عقيقه. الاشتراك في عجل، واحد عقيقة وواحد ايه؟ واحد عايز يتصدق فدوى، يعني صدقة يعني. ايوه. ويشتركوا هما الاثنين في عجل واحد؟ يجوز. واحد عايز يعمل عقيقة، واحد عايز يتصدق، يجوز. جزاك الله خير شيخ. الولد العقيقة سبعان عن الولد، والثاني كان فيها شيء. العقيقة ان كانت بنت سبعة، وان كان ولد سبعان. نعم. مرحبا بك يا فضيلة الشيخ محمود العزبي، واهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. اتفضل. بقول لحضرتك، هو احنا وظيفتنا العباده بس صح؟ بس انت عارف معنى العباده؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. يعني إذا كنت تقصد وصيفتك الصلاة فقط، تصلي فقط، فما قاصر، لأن الله قال إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، والمسلمين عليهم لنا حق. أي والدعوة المفروض الواحد ينشر الإسلام. مش المهم يعني إذا كنت تعرف معنى كلمة العبادة بمفهومها العام، وأنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه. خلقنا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن لا تفهمها بالمفهوم القاصر، وتقول لا أنا خلقت للصلاة فقط، وتجلس في المسجد وتضيع أولادك. لا أنا فاهم يا عم الشيخ، أنا قصدي إن أنا عايز أدعو للإسلام، الناس تسلم، نعمله اللي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيعمله. طب ما سؤالك طيب؟ بس كده. اعمل. الله يعينك. السلام عليكم. لم يرد أن النبي كان يزور المقابر في العيد، لم يرد ذلك. فلا تقلبوا يوم الفرح يوم حزن. العيد رخص النبي فيه حتى في أمور في غير العيد لم تكن معروفة، مثل في غير العيد يعني كان فيها بعض الضيق، لكن في العيد الأحباش كانوا يلعبون في المسجد، وعائشة تنظر مع الرسول، تضع خدها على خد رسول الله وجعلها تنظر في المسجد، الأحباش هم يلعبون في المسجد في العيد، جاريتان تغنيان عند بيت رسول الله بغناء بعاث. أن أبو بكر يذكرهما يقول أبو مزمور الشيطان في بيت رسول الله، رسول يقول دعهما يا أبو بكر فإن هذا يوم عيد، فلا تقلبوا يوم حزن. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الشيخ انا بسال بس، هو مين هو المسكين؟ يعني انا ماشي في الشارع ده عايز اوزع وجبات، مين المسكين اللي يعني اللي انا اديله بحيث اكفر عن او افيدي في صيامي؟ ناس مساكين من بلدك انت، من قريه ولا من مدينه؟ لا لا من مدينه، من القاهره. يعني ما فيش في من اي احيائها؟ عفوا، من عين شمس. مش عارف حضرتك عارف عين شمس كلها فقراء يعني. يعني انا قصدي مثلا مفيش حد يديها خلاص ولا ماشي ماشي حر قوي يعني، اللي شاب بالشكل كده يعني اللي تريح له كده. نعم. طيب وانا والدتي ما يعني يعني مش هتعرف تصوم تاني، ان انا تعبانه تعب جامد يعني، فانا كده طلع لها طعام مساكين بس ما لهاش صيامي. هي مش واجب عليها يعني، اذا طلعت فهو خير. وفتوى انس بن مالك كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين عند الكبر، فان فعلتم بفعل انس فهو حسن، ما فعلتم ليس عليكم شيء. طب معذره سؤال تاني، هي والدتي يعني من العوام كده، فهي كانت لما كان يجيلها الحيض كانت بتصوم، ما كانتش فاهمه اللي هي المفروض تفطر وتقضي طول عمرها كده. نعم. طيلة حياتها يعني. يعني قالت لزوجتي كده، زوجتي حكت لي، فده تقريبا طول حياتها لحد مثلا 50 سنه مثلا يعني. فده يعني اتصرف ازاي وهي تعبانه جدا؟ انا ما اعرفش يعني، ربنا يديها بقى طول عمره الصحه يعني، ما اعرفش يعني اعمل ايه بقى المفروض. إن عاشت وعوفيت تقضي، إن ماتت ما لهاش تقضي، هي تعبانة جدا في غيبوبة. خلاص يبقى صوموا عنها إن شاء الله. لكن ما أقدرش أطلع لها دلوقتي مثلا؟ والله عايز عايز أطلع دلوقتي أطلع، لكن لا، من مات عليه صام صام عنه وليه. طلع لها الآن وصوم عنها أيضا. أطلع وصوم عنها إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. طيب. نصومها باطل طبعا في الحج، في الحيض عفوا.
السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. الحمد لله. كنت بكلمك من شويه عن موضوع التبول ده اللي... والله ما عندي شيء اقوله لك الا الذي قلته لك، قلت لك من هذه الفتوى ما مش عارف فيها حل الا الذي قلته. انا كشفت سليم. نعم؟ كشفت عند الدكتور يعني. طيب لو انت فضلت في الحمام على طول هتفضل عندك اسمها حاجه اسمها مسالة عصبية، حضرتك على طول تنقط مية. يا حبيبي انا قلت لك ماذا؟ ممكن تمسك نفسك وتتوضى بدون ما تدخل الحمام. طب ماشي. وبعد ما تصلي، بعد ما تصلي ادخل حمام واخد حاجتك، بس مفيش مشكلة. لو غبت مثلا، لو غبت ساعة ولا أكتر من ساعة ومثلا بخش على الحمام باستمرار. لا غبت ساعة دي مسألة تانية بقى، مالهاش صلة بالصلاة الآن. أنت صليت صلاتك صحت. أنت دخلت الآن توضأت بدون ما تدخل الحمام. ماشي. توضأت وصليت صلاتك صحيحة، بعد كده دخلت الحمام، جلست ساعة ساعتين دي بقى مسألة تانية، مسألة طبية. طب انت عايز ايه يعني مني؟ مش فاهم انا، مش انت يعني تريد السؤال عن صحة الصلاة؟ لو حطيت منديل مثلا. نعم؟ حط منديل بس يمنع النجاسة، ما فيش مشكلة. اه طب في سؤال تاني معلش عن الشيخ. يا اللهم سلم يا رب. ها دلوقتي انا دلوقتي في مثلا دلوقتي انا شغال شفاف، ماشي؟ طيب العدة بتاعتي بتاع في مثلا في نجاسات وكده، ها فانا بغسلها سليم على قدر المستطاع. خلاص ما عليكش مشكلة. يعني حتى لو انا في يعني مثلا في عدة تعطل ولا حاجة مفيش مشكلة؟ مفيش مشكلة، بقول لك مفيش مشكلة. نعم؟ مش بتغسلها يا أخي الكريم. أنت تغسلها ولا تغسلها؟ أنا بغسلها وبغسلها شيء. مش أنت تقول العدة بتقع في نجاسات وبتغسلها قدر المستطاع؟ بغسلها قدر المستطاع بس. خلاص. انت راجل موسوس. السلام عليكم. ترى يا شيخنا. نعم. يعني مثلا انا لا اعتذر عن اجابتك، انت موسوس. طب ماشي، طب اعمل ايه بس يا عم الشيخ؟ اما انت قلت اغسلها، قلت لك خلاص اغسلها وانتهى الامر. الشاكوش وقع في النجاسه، وبعد ما وقع في النجاسه انت غسلته، ما اقول لك ايه بس. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. بعدين حضرتك كنت عايز اسال عن الازاز المستخدم، اذا بنى على النصاب قال عليه زكاه، ولو هو يعني لو هو قال ان النصاب طبعا مالوش زكاه اللي هو مستخدم. الذهب عموما اذا بلغ النصاب، الذهب عموما اذا بلغ النصاب زكيا. جزاك الله خيرا يا سلام. الله يكرمك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول حاجة ربنا يبارك في عمرك وإياك، تفضل. حاجة ثانية، ثلاث أسئلة وبسرعة إن شاء الله. السؤال الأول، لما جار سوء بمعنى الكلمة. ها؟ أيوه قرأت سؤالك. الصدقة هل تقصد زكاة المال أو تقصد صدقة غير زكاة المال؟ أنا سؤالي بس محدد لك. من الصدقات اتقاء شره. أنا مخطئ. زكاة مال ولا صدقة؟ صدقة يا فندم، صدقة. لا بأس. لا بأس. أيوه. دي أول حاجة. السؤال الثاني، هل ليلة القدر متغيرة؟ الله أعلم، هذا أحد الأقوال. لا أبني على هذا. هذا أحد الأقوال. سامعي. يعني في 40 قول في المسألة، هل هي متغيرة؟ هل هي ثابتة؟ هل هي ليلة 27؟ هل هي وترية؟ في أقوال متعددة. عملت اللي عليك واجتهدت في العشر الأواخر، نسأل الله القبول. السلام عليكم. السؤال طويل بتاع الأخ. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. مساء الله وبركاته. حفظك الله عن كل سوء يا رب. وإياك. بعدين الله يرحمها رحمة واسعة يا رب. آخر سنتين ما كانتش بتصوم كل ركعة، كل يوم صدقة أو كفارة لهذا اليوم، هل نقضي عليها صيام تاني؟ كانت إيه، مريضة مرض مزمن ولا إيه؟ كان يعني كانت طرحت فراشها. ليس عليها صيام.
والذي فعلتموه فيه خير. جزاك الله خير. وياكم. نعم. صحة حديث من ثم فجر في الجماعة ثم جلس حتى حج عمرة تم ضعيف. ضعيف. جزاك الله خير. وياكم. ما أعرف مفتي القدس، ما أعرف، ما سمعت له فتوى ولا قرأت له كلاما، ما أعرف ماذا يقول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، إزي حضرتك؟ تفضل. الله يتقبل منا ومنك. وياك. سؤالين شيخنا بعد إذن حضرتك. امرأة عايزة تربي ولد معاها في البيت. إيه. تجيبه على اسم أبوه وأمه. إيه. لكن هي تريد ان هي تربيه، هي ما بتخليكش، فعايزه تربيه معاها في البيت. هل يجوز ليها ان هي تاخد هرمون ينزل اللبن بحيث ان هي ترضعه؟ عمر الولد كم؟ عمر الولد تقريبا في عمر الرضاعه. العمر الرضاعه يجوز، بس لا يجوز ان هي تاخد الهرمون. لا تسميه باسمها ابدا ولا باسم زوجها. لا تسميه باسمها. هي تسال هي ينفع تاخد الهرمون؟ ينفع ان هي تنزل اللبن وترضع الولد؟ ينفع. اختاروا الرأي بأنه لا يفطر. لا يفطر. وياك وياك. الأخ صاحب الأخ السوري الذي له أخ طالب في الجامعة يجوز إعطاء الزكاة له. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كل عام وأنت بخير. وأنت طيب. ربنا يعزك شيخنا، بس أود من حضرتك توضيح بسيط بس. ها. الأخ الطالب السوري ده حذف سؤاله خلاص يا عبد الله. يبكر للصلاة شوية. لا بس الإخوة حاجزين الأماكن في الصف الأول أو الصف المتقدم. وهو يحجز المكان، مثلا يكون مصلي المغرب يحجز المكان لصلاة العشاء، الواحد يروح قبل العشاء بنص ساعة. ما في حجوزات، يعني ما في حجوزات في المساجد بهذه الطريقة. الظاهرة دي للأسف، وللأسف الشديد بقت منتشرة في المساجد، وخاصة المساجد اللي فيها إخوة، أنا مش عارف ليه كده. لا ممكن واحد يدخل يشيل كل هذه الحجوزات. رجل قوي إمام المسجد يمر كل هذه الأشياء المحجوز بيشيلها كما يفعلون في الحرم الآن. كان الأول في الحرم كده أيضا. حتى بعض الناس دلوقتي بقت، يعني مش عايز أقول لحضرتك، بقى فيها نوع من أنواع البلطجة دلوقتي. واحد صاحبي دخل مسجد يصلي العصر، فلقى أخ جاي وهو بيصلي. المهم الحدوتة مش عايزها، المهم إمام المسجد يمنع كل هذه الأشياء وانتهى الأمر. السلام عليكم. المسجد لمن سبق، واحد يصلي العصر ويرمي المفتاح فوق سجادة ويبقى يقولوا العشاء، يقولوا الفجر، يقول ما كده. استيطان بهذه الطريقة لم يفعله الرسول، لم يفعله أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا تبع السؤال الطويل يا عبد الرحمن، قل له يختصر سؤاله. اختلعت زوجته واخذت الذهب لاني لم اثبته في القيمه، قد كتبت 1 جنيه للذهب من حقها. ما اعرف لماذا اختلع، هل هو طلاق للضرر ام خلع؟ اذا كان طلاق للضرر فستاخذ كافه مستحقاتها كمطلقه، واذا كان خلعا سترد اليك الصداق او ما اتفقتما عليه. بس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله. وأنت بخير وعافية. أتمنى من حضرتك أن تدعو لنا بظهر البيت، جزاكم الله. الله يوفقنا وإياكم، وأنت كذلك، الله يسلمك. أبشر. يا أخي تجاني أجبتك، ما أعرفه يا تجاني، الله يسلمك. بالله يا عبد الرحمن، الأسئلة المكررة التي لا فائدة فيها حذفها حتى نتيح المكان لإخوانهم الآخرين. واحد يسأل سؤال 30 مرة. السلام عليكم. نعم. بالنسبه للولد اللي كنت سأل حضرتك عليه، الام اللي هي عايزه ترضعه، طب لو هي بنت هتحرم على زوجها؟ هي بنت مش متزوجه يعني؟ لا، لو هي بنت رضيعه والام ديت رضعتها، هتبقى ما دام تحت زوج، ما دامت تحت زوج هتنسب اليه واليها، يعني ما نعرف اللبن الذي ضره،
للزوج في تأثير أو ليس في تأثير، لكن يعتبر أباء من الرضاعة. يعتبر أباء من الرضاعة. أي نعم. جزاكم الله خير. وياك. شاب عمره 26 عاما كان يعمل في محل سيجار وسنه 17 سنة. كان ثمن علبة سيجار 20 جنيه أبيعها ب 21، وأنا الآن تركت العمل. أكثر من الصدقات واستغفر الله. لماذا حديث أجساد الأنبياء لا تبلى ضعيف؟ السلام عليكم. لحظة حاضر عليك سيد الله. في سندي رجل ضعيف يا أخي مجهول، وهو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم على الأرجح، ليس ابن جابر. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمت، لو في عندنا مشروع والشركاء يعني اللي بيدير المشروع دوت عايز ياخد قرض من البنك تمويل مشروعات. إيه. حكمه ايه؟ لا يجوز. طيب لو هو اخده بس بدون موافقه الشركاء، احنا مش موافقين نهائي على الكارد دوت، هو اخده فعليا. احنا انتوا اللي معينينه مدير؟ احنا معينينه مدير. افصلوه من العمل. طب هو الشريك اصلا معانا، يعتبر هو خد القرار ومشي في الموضوع دوت، احنا علينا ذنب ولا الذنب علينا؟ اذا اقررتموه فانتم اثمه، اذا لم تقروه فاثمه على نفسه. لا لم نقره. خلاص. ما هوش على ذنب نهائي. حاولي اسحبي فلوسك منه، لانه رجل ليس بي لا يستأمن. حديث أنت ومالك لأبيك كل طرقه فيها مقال وأصول الشريعة تخالفه. السلام عليكم. وعليكم. أنا مختصري من أول سمعت. نعم تفضل. لو الأطفال اللي بيموتوا هل في الجنة إن شاء الله يوم القيامة بيفضلوا على نفس السن ولا على سن الجنة لو 33 سنة؟ ده على نفس السن، صغار يعني سيكونون صغارا أطفال. طيب السؤال الثاني يا سمعت الصار. الأقارب من الموتى عشان نروح تزور جدي أو حد قريبي، هل يسمع كلامي عند القبر والكلام ده ولا مش بعد السؤال بعد الدفن في يعني عقيب الدفن استغفروا لأخيكم فإنه وأسأله زيارة بعد اثنين من ممات. لا لا، وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. الدعاء يصل إن شاء الله أجره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا بارك الله فيكم ونفع بكم. وإياك وفيك. سؤالي الأول شيخنا، أنا سمعت بعض الشيوخ يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى جدا، أي لا يحافظ عليها. لا، لم يثبت هذا. لم يتركها بهذا اللفظ. لا، كان النبي يصلي غبا لم يثبت بهذا اللفظ، يمكن هو تصرف، لكن عموما الرسول عليه السلام ما كان يحافظ على صلاة الضحى، لكن حث عليها، حث عليها. ومن ذلك قوله لأبي هريرة في حديث، ونفس القول لأبي الدرداء في حديث، أوصاني خليلي بثلاث وبركعتي الضحى. قال الرسول عليه السلام يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، إلى قوله ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة. لكن ورد حديث جدير أن ينوه عليه، هما حديثان في صحيح مسلم، هذا بعد ذاك حديث عائشة النبي ما ترك 4 من الضحى في بيتي قط، وحديث ما صلى النبي الضحى في بيتي قط. حديث الإثبات ضعيف، معلول، لكن النبي التمس العلماء لذلك وجها أنه كان يجتزئ بصلاة الليل عن صلاة الضحى، والله أعلم. في واجب عام علينا جميعا أن ندعو الله لهم، وأن إن استطعنا أن نقنط في الصلوات قنتنا في الصلوات، وأن نحث من له قدرة على التغيير هذا واجب عام.
كلنا نستطيعه إن شاء الله، أما غيرنا من الممكن أن يبذل أكثر من ذلك بكثير، كأصحاب الأموال الذين يستطيعون إنقاذهم بالمال، أو كالحكام الذين يستطيعون التدخل بصورة أقوى من صورتنا. لكن الشيء العام لنا أن ندعو الله ونقنت. السلام عليكم. الله يكشف عنهم كل ضر يا رب. حكم صيام بنت لا تكلم أمها طول شهر رمضان. صيامها صحيح، وينظر لماذا لم تكلم أمها، فهذا في ميزان وهذا في ميزان. إن كانت عاقة فعقوبة العقوق في ميزان السيئات. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. سؤالين كده يا شيخنا. السؤال الأولاني، الأول مش الأولاني، الأول. الأول، أنا دايما على سفر في العمل. أيوة. هل أقصر الصلاة ولا أتم؟ تقصر ما دمت مسافرا. حتى لو كان في استطاعتي إن أنا أتم؟ حتى لو في استطاعتك إنك تتم. قال عمر لرسول الله إن الله يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. كيف وقد أمن الناس يا رسول الله؟ قال: صدقة، تصدق الله بعليكم فاقبلوا صدقته. بارك الله فيك يا محمد. هل من عليها قضاء رمضان كاملا ومر على القضاء أكثر من 3 سنوات هل تقضي فقط أم القضاء وفدية؟ مر عليها القضاء رمضان، لا، عليها القضاء فقط. نعم، الجمهور يقولون القضاء والفدية إذا مرت سنة، لكن ليس لا أعلم لهم دليلا على ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم. الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. الله يكرمك. أنا عايزة بس علاج الأسلوب الفظ يكون في الإنسان، يعني لما بيتكلم مع حد من إخواته عشان ما يخسرش حد أو يبقى كويس معاهم. والله سؤال الله التوفيق. أول حاجة في هذا الباب أن تسأل الله التوفيق، لأن الله قال: وهدوا إلى الطيب من القول. من الذي هداهم؟ ربنا. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة إلا أنت. نعم، أول حاجة. وبعدها تقرأي كتاب الله وسنة الرسول، تستفيدي من ذلك في أسلوب الخطاب، خطاب الأنبياء مع الناس. إن لنراك في سفاهة، قل يا قوم ليس بي سفاهة. واحد يقول أنت سفيها، الحمد لله لست بسفيه. فقرأي الكتاب والسنة، تستفيدي من أسلوب الرسول في كلامه، تستفيدي من كلام الله. فقرأي الكتاب والسنة كثيرا، ومصاحبة الصالحين والاستفادة من علمهم ومن الصالحات طبعا. ربنا يبارك فيك. الله يسلمك. كما عبد الرحمن تستطيع تصدر لنا خطبة في العيد، درس في أحكام العيد، تصدره حتى يستفيد الناس. إن شاء الله بعد الدرس تصدره. السلام عليكم. أبي هذا القدر أجتزئ حامدا الله سبحانه وتعالى، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وتلاوتنا
وسائر وأعمالنا الصالحة يا رب العالمين، وتجاوز عن سيئاتنا وهفواتنا يا رب العباد. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا ولي الإسلام وأهله، انصر إخواننا المرابطين في القدس نصرا عزيزا مؤزرا، واحفظهم يا رب وسلمهم من عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعله عيد أمان وسلام عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى، وانصر إخواننا في غزة وفي فلسطين، واكشف عنهم كل ضر واجلب لهم كل نفع يا رب العالمين. سلمهم واحفظهم واحفظ المسجد الأقصى يا رب. اللهم احفظه ورد إلينا ردا جميلا كريما، أنت قادر على كل شيء، وقصرت جهودنا، لكنك كريم وقادر وكبير وملك، وإذا أردت أمرا فإنما تقول له كن فيكون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وبارك لنا فيه، وانصرنا نصرا مؤزرا يا رب العالمين، واحفظنا بحفظك، واغفر لنا كل ذنب يا رب، استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم فك أسرانا وارحم موتانا، وتقبل دعاءنا يا رب العالمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا كريم يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.